والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له وصية مختصرة ونافعة يوصي بها من أراد أن ينتفع بقراءته القرآن، فيقول رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، فأجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، أي من الله إلى العبد. هذه وصية جدا نافعة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.